هلا والله وحياكم الله في جيمر مثقف. في الفترة الأخيرة نسمع أخبار عن إنشاء استوديوهات سعودية وعربية لتطوير ألعاب تريبل أي. طيب إيش معنى تريبل أي جيمز أو ألعاب ذات جودة AAA؟ بدأ يتداول مصطلح ألعاب تريبل أي في التسعينات في أمريكا، ومعنى ألعاب تريبل أي ببساطة هو تصنيف يطلق على الألعاب اللي تنتجها شركات عندها ميزانيات ضخمة للتطوير والتسويق. ويوم نقول لعبة تريبل أي يعني إن ميزانية اللعبة لا تقل عن 15 مليون دولار، ويكون فيها لقطات وألحان موسيقية خاصة فيها. وتعتبر لعبة فاينل فانتسي 7 هي من أول ألعاب اللي أطلق عليها تصنيف تريبل أي، وكانت تكلفتها حوالي 40 مليون دولار. واستوديوهات كبيرة وضخمة مثل EA ويوبي سوفت ونوتي دوغ وغيرها من الاستوديوهات تعتبر كل ألعابها تريبل أي تايتل. وطبعاً مو كل لعبة تتصنف تريبل أي فهي لعبة حلوة وناجحة، لأن الحكم النهائي لكل هالأشياء هو أنت عزيزي اللاعب. وكانت هذه معلومتنا لليوم، معلومة خفيفة ولطيفة تخليك جيمر مثقف. وشاركونا بالكومنت إيش ودكم تكون أول لعبة سعودية بتصنيف تريبل أي، ولا تنسون تعطونا تريبل لايك. سلام.